دي العمارة اللي هيكون فيها إن شاء الله اختبار الكاميرا تيست علشان الممثلين. العمارة دي موجودة في الشاطبي على الشارع اللي على أوله سباعي موتورز وشركة حمادة للتجارة والتوزيع، هي أول عمارة على اليمين. أوكي، فأنت لو على البحر ده مبنى إدارة الجامعة، مبنى إدارة الجامعة، فأنت لو جاي من الناحية دي أو جاي من على البحر في الشاطبي هتشوف مبنى إدارة الجامعة، هو مشهور، هيبقى على يمينك بنزينة التعاون وعلى الشمال مبنى إدارة الجامعة. الشارع اللي على قمته شركة حمادة للتجارة والتوزيع هي أول عمارة الدور الأرضي على اليمين اللي أنتوا شفتوها.